شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد توافد عشرات الآلاف من المواطنين دعما للقضية الفلسطينية وتنديدا بالقصف الإسرائيلي الذي يطال المدنيين الأبرياء في مدينة غزة، والذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا. ورفع المتظاهرون العلم العراقي ولافتات وشعارات مؤيدة للفلسطينيين ورافضة لأسلوب القمع والقتل الذي تتبعه الحكومة والجيش الإسرائيلي، داعين المجتمع الدولي إلى وقفة جادة لوضع حد لمسلسل القتل في الأراضي الفلسطينية.